Joseph Grade 1 students, how are you? Okay, today we'll talk about Unit 3, Lesson 2, The Earth. Okay, اللسن اللي فات اتكلمنا فيه على Celestial Body واتكلمنا على Solar System بتاعنا والميلكي واي والكلام ده كله. المرة دي بقى هنتكلم على الأرث، بما إن ده البلانيت ذات وي ليف اون فاحنا لازم نفهمه بالتفصيل. أوكي؟ فهمنا من الليسون اللي فات إن السن أوكيبايز ذا سنتر أوف ذا سولار سيستم، إن السن بتكون في السنتر بتاع السولار سيستم واللي فيه حواليها 8 بلانيت ريفولف أراوند إت. أوكي؟ الديستانس بتوين الأرث أند ذا سن إز أباوت 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر. اوكي؟ وعرفنا كمان من الليسون اللي فات ان الارث is the third planet regarding to the distance from the sun. هي بتكون number 3 from the sun. وبتكون while it is the fourth order regarding to volume. لكن هي بتكون number 4 في الفوليوم بتاعها. طبعا لو انا ماشي ascending. اوكي؟ تعالوا نفهم بقى description of the shape of the earth and the pool and the quarter. عايزين نشوف بقى الشيب بتاعت الارث. احنا عارفين ان الارث دي بتكون spherical object، بتكون شكل كوره كده spherical object. اوكي، لكن الارث مش زي اي كوره. الارث has a slight flattening at two pools. عند التو بولز كده بيبقى في slight flattening كده صغيره وintendent عند الاكويتور. الاكويتور اللي هو خط الاستواء اللي هو النص بالظبط بتاع الارث بتكون انتنال شويه، بمعنى ان هي واسعه شويه كده من عند الاكويتور، لكن في التو بولز بتكون سلايد فلاتنج، بتكون اكتر يعني ايه اقل شويه في الثيكنس بتاعها. طبعا بيبقى في تو ريديوس للارث، في بولر ريديوس وتروبيكال ريديوس. التروبيكال ريديوس بيكون اراوند 22 كيلومتر لارجر ذان ذا بولر ريديوس. اوكي، يعني بيكون اكتر من البولر ريديوس ب 22 كيلومتر. طب ليه؟ يعني لو جيت سالت اي جيف ريزون واي تروبيكال ريديوس از اباوت 22 كيلومتر لارجر ذان ذا بولر ريديوس، هتقول لي بيكوز ايرث از اسفيريكال اوبجيكت اند هاز سلايد فلاتنج ات تو بولز اند انتندد ات ايكويتور، فطبيعي انه يبقى تروبيكال لارجر ذان البولر. اوكي؟ الايرث زي ما احنا عارفين اللي هو البيجست ماس بلانيت ان ذا انر بلانيتس. هو اكبر واحد في الانر بلانيت زي ما عرفنا المره اللي فاتت، والماس بتاعته ايكوال 5.9 تايمز 10 باور 24 كيلو جرام. الماس بتاع الارث 5.9 تايمز 10 باور 24 كيلو جرام. اوكي، لما اجي اقول لك concerning volume the earth occupies a fourth order، ليه الارث بتبقى واخده الفورث اوردر according to volume؟ هتقول لي because Earth is bigger than the inner planets. هي أكبر واحدة في الـ inner planet. Its average radius about 6368 كيلومتر. الـ radius بتاعها 6368 كيلومتر. أوكي؟ أوكي؟ بالظبط. وكمان الكلام ده أنا بتكلم فيه ascending. ascending بمعنى أنا ماشي من الصغير للكبير. فهي في الـ inner planet هي number 4 وهي أكبر واحدة فيه. بس تقريبا الريديوس بتاعها قد ايه؟ افريج 6368 كيلومتر. اوكي؟ كمان محتاج تعرف ان الارث تعمل روتيشن اراوند ذا سن، والارث ده مع امتحان خدناه في البرايمري 4، الارث كومبليت وان ريفوليوشن اراوند ذا سن ان 365 اند كوارتر داي. بتاخد 365 اند كوارتر داي عشان تعمل كومبليت وان ريفوليوشن اراوند ذا سن. اوكي؟ خلونا بقى دلوقتي ندرس الـ characteristics of the earth supporting the continuity of life. ليه الـ earth دي أنا بعيش فيها؟ وليه هي بتسبورت إن الناس تفضل عايشة فيها كل السنين دي؟ هتكلم هنا على 5 points: الـ atmosphere, hydrosphere, suitable temperature, gravity, atmospheric pressure. Atmosphere, hydrosphere, suitable temperature, gravity, will Atmospheric pressure. تمام؟ ناخد واحدة واحدة فيهم. الأتموسفير. إيه الأتموسفير ده؟
الاتموسفير ده لو انا دلوقتي بعت اي واحد فيكم طلعته على المون وقلت له صور لي الايرث كده بصوره حلوه كده بموبايلك من فوق، وانت مطلع الموبايل ومصورها، هتلاقي الايرث باينه وحواليها زي وايت كلر حواليها كده. هو ده الاتموسفير اللي هو برضه بيبقى عباره عن ايه يا مستر؟ هقول لك عباره عن ميكتشر اوف جازز. الاتموسفير هو ميكتشر اوف جازز ذات سراوند ذا ايرث، يبقى ميكتشر اوف جازز حوالين الايرث كله. الكومبوننت بتاعته واحد واحد نحفظه، انتوا حافظينه كلكم صح. اكسجين 21%، نيتروجين 78%، كربون دايوكسيد 0.03%، ووتر فيبر ذا فاريبل بريزنت، والاثر جازز زي الهيليوم والنوبل جازز والحاجات دي كلها بتبقى فيري ليتل بريزنت. اوكي، فلما اجي اقول لك البريزنس اوف وايت كلرز اراوند ذا بلانيت ايرث اللي كانت طالعه في الصوره عندك لما طلعتك على المول ليه؟ هتقول لي because it's surrounded by atmosphere. ايه هو الاتموسفير؟ ميكتشر اوف جازز. ايه هما الجازز دي؟ اكسجين، نيتروجين، كربون دايوكسيد، ووتر فيبر، واثر جازز. البرسنتج بتاعتهم ايه؟ 21 الاكسجين، 78 نيتروجين، 0.03 كربون دايوكسيد، ووتر فيبر فاريبل، اثر جازز فيري ليتل بريزنت. اوكي؟ الامبورتنس بتاعت الاتموسفير طبعا هو كيب التمبريتشر سويتبل تو ايرث. هو ده اللي بيحفظ لي على التمبريتشر في الايرث عشان اعرف اعيش. ما هو التمبريتشر لو عالي قوي هموت، ولو قلت خالص هيحصل لي فريزنج هتجمد. فهو اللي بيكيب التمبريتشر سويتبل تو ايرث. تاني حاجه ات هاز اوزون لاير، ودي مهمه قوي عنده على كثره بالتفصيل الممل، سواء الاتموسفيريك لاير او الاوزون لاير في بريبتو ان شاء الله. اوزون لاير ده بيعمل لي ايه؟ which protect us from harmful sun rays. مش كل الري اللي بتطلع من الصن بتكون يوسفول، في هارمفول زي الالترا فايلوت. الالترا فايلوت دي هارمفول، اللي بيمنعها ان هي تجيلي الاوزون لاير. فالاوزون لاير بروتكت اس فروم هارمفول صن ريز. تاني حاجه ات هيلب ان بيرنج اوف ميتالز اند ميتالويد، دي خدناها المره اللي فاتت. هو بيمنع كل الميتالز ان هم يدخلوا لنا، والميتالويد اللي عندها لارج فوليوم هو بيعمل لها بيرن كده برتيكالي، الحاجات الصغيره كده منها بتتحرق، والريمين منها هو ده اللي بيوصل لي، فهو برضه بيساعد ان هو يحرق حاجه كبيره منها. رابع حاجه الاول ويزر فينومينال زي الويند زي البين، كل الحاجات دي بتحصل فيه. الويند موفمنت بتحصل فيه، الكلاود فورميشن بتحصل فيه، الرين فولينج عشان الكومبليت الووتر سايكل، كل ده بتحصل فيه في الاتموسفير. اخر حاجه it has important gases زي الاكسجين والنيتروجين والكربون دايوكسيد، وهقول لكم كل جاز فيهم بنستخدمه فين، انتوا اكيد عارفينهم، هرجعه معاكم بسرعه بس هخلص الحته دي. فلما اجي اقول لك the great extension of atmosphere in space is important for earth life، ليه هو important للearth life؟ هتقول لي because it helps in complete pairing of metals and decreases speed of meteorites before reaching earth. هي كمان بيقلل السبيد بتاعتها عشان لما تنزل ما تولعش فيه. فدي اول حاجه الاتموسفير اهو الفانكشن بتاعت كل حاجه من دول. الكربون دايوكسيد جاز احنا عارفين انديوزد ان فوتوسينثيس بروسيس باي جرين بلانت تو فورم فود. ما هو لو ما فيش كربون دايوكسيد ما فيش فوتوسينثيس، ما فيش جرين بلانت، مش هتعرف تطلع لنا الفود، احنا مش هنعرف ناكل. اوكي، الاوزون لاير اتس يوز تو بروتكت ذا ليفنج اورجانيزم فروم ذا هارمفول الترا فايلوت ري، لسه قايلينها. الأكسجين it's used in respiration process of living organism and burning process. الأكسجين هو لو مفيش أكسجين إحنا هنعيش إزاي؟ هنبروس إيه؟ نيتروجين جاز it's used in forming protein by plant، فاكرين البروتين في البلانت كان لازم ياخدوا نيتروجين جاز، and reducing the effect of oxygen gas during the burning process. كمان هو بيقلل شوية الأكسجين جاز وإلا كان ولع فينا كلنا. اخر حاجه الهيدروسفير اللي انا هتكلم فيها دلوقتي حالا، هيدروسفير يوزد ماني يوزز such as drinking, washing, food, digestion، كل الحاجات اللي فيها ووتر. فمعنى كده انت فهمت من كلامي كلمه earth هيدروسفير انا هنا بتكلم على ايه؟ انا هنا بتكلم على الووتر اللي موجوده في الايرث. كلمه هيدروسفير انا هنا قصدي الووتر بكل انواعها. تعال نقسمهم، انت في نفس الصوره وانت على المون فاكر؟ لما صورت الارض وشفت الوايت كلر اللي حواليها، مش كنت بتلاقي ان البلانت بتاع الايرث ده معظمه لونه ايه؟ بلو، وفي حتت جرين كده صغيره قوي. ايه ده؟ قال لك ان البلو ده بريزنت
الووتر في الايرث سيرفيس تقريبا البريزنت بتاعته قد ايه؟ 71%. يعني الووتر ريبريزنت 71% of the earth surface. طب والباقي؟ الباقي بيكون اللاند اللي هو حوالي 29. طب ال 71 دول بيتقسموا كلهم ايه بقى؟ كلهم سولتي ووتر ولا فيش ووتر ولا ايه؟ قال لك لا احنا بنقسمهم لحاجتين. السولتي ووتر ريبريزنت 97% while the fresh water is about 3%. يعني السولتي ووتر اللي هي بتتمثل عندي في الاوشن والسي بتكون 97% of water. لكن الفريش ووتر دي اللي احنا بنشربها اللي هي بتكون موجوده في الريفر، موجوده في الليك، موجوده في السنو ات تو بولز، موجوده كمان في الجراوند ووتر الاكزيست في البول والكراك اوف روك، جراوند ووتر ماجي اوف فيلتر موجوده تحت دي، كل ده بيمثل لي برسنتج قد ايه؟ 3%. 3%. اوكي؟ طب ايه الامبورتنس اوف ووتر دي؟ البلانت يوزز ات ان فوتوسينثيس بروسيس. مش فاكرين الفوتوسينثيس كان بياخد كربون دايوكسيد مينيمال ووتر سان لايت عشان يطلع لي فود واوكسجين، فمعنى كده هو بيحتاج الووتر. تاني حاجه كيب بادي تمبريتشر كونستانت، هي اللي بتخلي البادي بتاعك احنا عارفين التمبريتشر بتاعتنا لازم تبقى ثابته سنه. اللي بيحافظ عليها كده الووتر، طبعا الووتر ليها رول كبير جدا ان هي تخلي لك التمبريتشر بتاعتك كونستانت ولا تعلى ولا تقل. نمبر 3 it form blood، هي بتكون لي بلاد. احنا عارفين البلاد بيتكون من وايت بيسيز وار بيسيز وبلاد لينس والحاجات دي كلها، كمان بيبقى داخل معاها ووتر في البلازما. And help in digestion process، وكمان بتساعدني في الدايجيشن. نمبر 4 keep temperature suitable for man. هتقولي ما دي نمبر 2، اقول لك لا يا حبيبي، نمبر 2 keep body temperature constant جواك، لكن نمبر 4 keep temperature suitable for man يعني معنى كده هي بتتحكم في التمبريتشر اللي حواليك، بتخليها suitable ان انت تعرف تعيش فيها. عشان كده الايرث هو يعتبر البلانيت الوحيد اللي احنا بنقدر نعيش فيه. ليه؟ عشان هو بيحتوي على ووتر، مش بس ان احنا بنشربها وجسمنا بيحتاجه، عشان الووتر دي كمان بتاثر في التمبريتشر، بيخلي لي التمبريتشر ده كويس. مش احنا اتفقنا ان في ووتر فيبر في الاتموسفير، فده بيأثر لي على التمبريتشر اللي حواليا والويذر، وده بيساعدني ان انا اعيش في سوتبل انفايرمنت. نمبر 5 50% of organism live sorry live in water. 50% of organism live in water. انت عندك كل الاكواتيك كريتشر والاكواتيك مارين كل دول عايشين في الميه، حوالي 50% من الاورجانيزم اللي موجوده عموما في اليونيفيرس موجوده في الوتر. وطبعا الهيدروسفير ليه امبورتنس مهم جدا 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 عندي. ندخل على نمبر 3. نمبر 3 في الايرث ليه احنا بنعيش على الايرث؟ السويتبل تمبريتشر، وده وضحناه في الاتموسفير والهيدروسفير. فلما اجي اقول لك التمبريتشر اون ايرث سيرفيس سويت ذا لايف اوف ليفنج اورجانيزم، ليه؟ بيجوز خلي بالك ان كمان ان الايرث موجوده في الاوردر نمبر 3 ده مهم جدا. Earth is in third order. موجودة number 3. احنا اتفقنا Mercury, Venus, Earth. Number 3. Far from the sun. Make temperature suitable for life. وده بيساعدها ان temperature تكون يعني suitable for life. هي ولا بعيدة قوي عن الشمس فاحنا freezing بنتجمد، ولا قريبة قوي عن الشمس زي Mercury فاحنا بنتحرق، بيحصل لنا firing او burning. احنا number 3. الشمس بتوصل لنا بشكل كويس جدا، بتمبريتشر كويسه جدا نقدر ان احنا نعيش فيها. اوكي؟ نمبر 4 الجرافيتي. الجرافيتي دي لغايه دلوقتي لغز، مفيش حد فاهم يعني ايه جرافيتي. احنا بنقدر نعمل لها ديفينيشن ونقدر نفسرها في الفيزيكس واسحاق نيوتن فهمنا الكلام ده كله، لكن التن ناو تقدر تفهمني الجرافيتي دي بتحصل ازاي؟ مش مفهوم. مش مفهوم، التن ناو مش مفهوم. ايه اللي بيطلع من الارض يشدك لتحت؟ مفيش، احنا مش فاهمين الكلام ده كله. يعني ملهاش تفسير لغايه دلوقتي بتحصل ازاي، لكن احنا بنقدر نفسر الظواهر اللي بتحصل عليها. اوكي؟ فدي حاجه مهمه جدا 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 عشان الجرافيتي دي، لو مفيش جرافيتي الارث وهي بتعمل ريفوليوشن اراوند صن احنا هنتقلم من عليه. هتلاقينا عمالين نتدلدق يمين وشمال ونقع ونروح ونيجي، لو مفيش جرافيتي مش هيبقى في اتموسفير، اي حاجه هتقع علينا بسهوله. لو ما فيش جرافيتي الووتر دي اصلا هتقع، يعني مش هيبقى في مكان فيه ووتر، ما هي الجرافيتي هي اللي ماسكاها.
خلي بالك ان الجرافيتي دي اهم حاجه بتميزنا، اهم حاجه. فلما اجي اقول لك steadfastness بمعنى كلمه ثبات، of the hydrosphere on the earth surface بمعنى ثبات الميه في الارث. ليه بيحصل ده؟ جيف ريزون. هتقولي because the earth has a force of gravity، هي عندها جرافيتي. اوكي، الجرافيتي كمان بتكيب ذا ايرث اراوند ويز ذا اتموسفير، تخلي الارث حواليه اتموسفير، وبتكيب كمان كونستانسي اند ستيدفاستنس اوف اوبجكت اند اورجانيزم اون ايرث سيرفيس. احنا ما بيجيش وقت نحس ان احنا دخنا، ولا لما الكوره تلف الناحيه الثانيه في النايت والداي بحس ان انا وقعت على وشي واطير لفوق. الكلام ده ما بيحصلش عشان الجرافيتي موجوده. اوكي، نمبر 5 سويتبل اتموسفيريك بريشر. ايه السويتبل اتموسفيريك بريشر ده؟ انتوا عارفين ان في بريشر بيكون علينا اسمه اتموسفيريك بريشر. اوكي، كان ده عنده التفصيل في جبته، بس هفكرك بيه ان انت لو نزلت تحت الميه تحس ان ودنك بتصفر، ولو طلعت الطياره تحس ان في حاجه غلط في الاتموسفير، في ضغط على ودانك كده وعليك صعب قوي، ولو دخلت يعني لو دخلت حاجه ما بتستحملش الضغط دي بتنفجر. ففي سويتبل اتموسفيريك بريشر علينا عشان احنا ما ننفجرش، ما يحصلناش حاجه وحشه. السويتبل، في سويتبل اتموسفيريك بريشر around بيكون 76 سنتيمتر مركبي، ده اليونت بتاعته. لغايه ما ناخد اليونت بتاع كريبتو انا بقيسه دلوقتي في المركبي سنتيمتر، هو بيبقى ايكوال كام؟ 76 سنتيمتر مركبي، 76 سنتيمتر مركبي. اوكي، لما اجي اقول لك give reason the planet earth is suitable for life، هتقول لي كل اللي فات ده because it has water, gravity, atmosphere, suitable temperature and suitable atmospheric pressure. اوكي، درس ده سهل اظن، ما فيهوش حاجه، الموضوع فيه سهل خالص يعني. اوكي، تعالوا دلوقتي بقى نشوف الاستراكشر اوف ذا ايرث. احنا عارفين الارث من فوق السويل والحاجات دي، وهندرسها بالتفصيل الممل في الليسون الجاي، لكن انا عايز اشوف الانر ستراكشر اوف ذا ايرث. وانا لو مسكت الارث دي وفتحتها هلاقي ايه؟ دايما طبعا الساينتست قالوا ان الانر بارت اوف ايرث هو سمول تن، هو بيحسوه سايح كده شويه. ليه؟ دي تو هاي تمبريتشر، هو جوه بيبقى فيه هاي تمبريتشر عاليه جدا 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 جدا، فمتوقعين ان الانر بارت ده بيكون مولتن، بيكون مولتن. الفورميشن اوف ايرث لاير عندي حاجتين، في هيفي ميتال وفي لايتر كومبوننتس. هيفي ميتال زي الايرن والنيكل ولايتر كومبوننتس. قال لك ان الحاجات دي بتتحرك على حسب الدنسيتي بتاعتها. according to ايه؟ according to density. الهيفي ميتال من اسمهم هيفي، معنى كده ان هم عندهم مور دنسيتي، عندهم ايه؟ مور دنسيتي. بيعملوا ايه؟ موف توورد، تلاقيهم عمالين يدخلوا جوه ناحيه الكور كده، ناحيه الانر في الايرث. طب واللايتر كومبوننت دول بيبقى عندهم لو دنسيتي فموف ابورد، بيطلعوا لي بره، بيطلعوا لي فوق. اوكي؟ فمعنى كده ان انا عندي لو هي سفيريكال كورة الهيفي ميتال عندهم موف دنسيتي موف توورد، يمشوا جوه. لكن اللايتر كومبوننت هاف لو دنسيتي موف ابورد، يطلعوا لي لبره. طب ماشي، عايزين نفهم اكتر الانر ستراكشر. لو انا اعتبرت ان الارث دي عامله زي الايج، فلاقيها بتتكون من 3 لاير. لاير اسمها كراست، ايرث كراست، ودي بتبقى القشره اللي بره خالص اللي احنا قاعدين عليها. اللاير الثانيه اسمها مانتل، مانتل. واللاير الثالثه اسمها كور، ودي اللي جوه خالص. تعالوا ناخد لاير لاير كده ونفهمها. الكراست ده بيكون لايت، ذا لايت اوتر لاير، لايت اوتر لاير دي اول حاجه من بره بتقابلني اوف ذا ايرث. السيكنس بتاعتها كام؟ الارقام دي هنحفظها سوا. اوكي، 8 to 60 كيلومتر، يعني الكراست دي بتبقى واخده من 8 to 60 كيلومتر. فيرست لاير واللايت اوتر لاير، الاوتر هي دي اللي بتبقى من بره. لما ادخل جوه شويه بلاقي المانتل، المانتل دي بتكون الميدل، بتكون الميدل بين الكراست والكور، بين الكراست والكور. ده بتتكون من ايه؟ بتتكون من روكي لاير، بتكون متكونه من روكي لاير. طب السيكنس بتاعها قد ايه؟ السيكنس بتاعها 2885 كيلومتر، 2885 كيلومتر. يلا احفظ معايا 2885 كيلومتر. اخر حاجه عندي الكور، الكور اللي هو بقى القلب اللي جوه خالص ده،
ده الـ inner layer of the earth، ده آخر حاجة جوه، وبقسمه لحاجتين outer core اللي بيبقى من بره و inner core اللي من جوه. outer core و inner core، يبقى أنا عندي crust، mantle، outer core، inner core. بيختلفوا عن بعض في إيه؟ الـ outer core it's a layer of molten metals، بيكون molten metals، أوكي؟ لكن الـ inner core بيكون solid layer rich in iron and nickel، زي الايرن او غني بالايرن والنيكل. احنا دخلنا الايرن والنيكل دول heavy metal وعندهم more density، فجو toward يفضلوا يدخلوا toward 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 لغايه ما يدخلوا جوه خالص، فبيبقوا في الـ inner core. يبقى الـ outer core it's a layer of molten metals، لكن الـ inner core it's a solid layer rich in مليانه بالايرن and nickel. السيكنس بتاع كل واحده فيهم قد ايه؟ السيكنس بتاعت الـ outer core 2100 كيلومتر، لكن السيكنس بتاعت الـ inner core 1350 كيلومتر، أو ممكن نقولها 1750 كيلومتر، 1750 كيلومتر، تمام؟ فلما أجي أضحك عليك في الامتحان وأقول لك الكور السيكنس بتاعه كله على بعضه قد إيه الـ inner والأوتر، هتعمل لي دول بلس، اللي هي هتبقى وأنا بعملها معاك أهو دلوقتي 3450 كيلومتر، 3450 كيلومتر، اوكي؟ فبسرعه كده اللاير اوف ذا ايرث، عندي كراست، عندي المانتل، عندي الكور بيتقسم لحاجتين اوتر كور وانر كور. الكراست دي بتكون اللايت اوتر لاير، اول واحده من بره خالص. المانتل المانتل دي بتكون روكي لاير موجوده في الميدل بين الكراست والكور. الكور الاوتر بيتكون من مولتن ميتال والانر بيتكون من سوليد لاير ريتش ان ايرون ونيكل. السيكنس بتاعت كل واحده كراست فروم 8 تو 60 كيلومتر، المانتل 2885 كيلومتر، الكور على بعض بيكون 3450 كيلومتر، بيتقسم للاوتر 2100 كيلومتر والانر 1350 كيلومتر. اوكي، اظن الدرس ده سهل قوي يعني، والموضوع فيه سهل، محتاجكم كده تذاكروه وترجعوه تاني، ولو في حاجه في الفيديو كده رجعوها مره واثنين وثلاثه وانا معاكم يعني، اوكي؟ ونحفظه وهو بالنسبه لنا كويس قوي يعني. اشوفكم على خير كده ان شاء الله، ربنا معاكم، يلا باي.